أمسيتي الشعرية قادم من منبع التراث العريق والمعالم التراثية الملهمة من منطقة القصيم الجميلة. نتابع التقرير عنه ثم نستقبله على مسرح شاعر القمة. يقولون لي شاعر وأنا أقول لا استنكار، أنا يا عربي والشعر رمز العروبية. أخوكم منيف بن مالك بن جزة الغيداني الحربي، حضرت هنا في شاعر القمة للمنافسة والتحدي والوصول إلى القمة. رحبوا معي بأول نجوم الحلقة الشاعر منيف الغيداني. مساء الخير جميع، المسرح لك. إذا ما غنيت من دافع ولا من شعور، قصيدتي تصبح من أعدائي نسمة هوى، يوم الهوى من جهة الأعداء يسبب نفور مثل نفور أشهب الذرعان لامن عوى. يول معاني قصيدي يم عينين حور، عقبك توقف قصيدي والضمير انزوى، تقول صاب الضمير من الجفية ضمور، ما عاد بهواهس ولا عاد بمحتوى. خافي من الله تراني من بعدك معثور، راحت عيوني تقول انها عيون الجوى. انتي غريبة مشاعر عايشة كل دور، ما انتي بدارية نعنى القلب واللي حوى، وانا بدويا على الفطرة ما لحقه قصور، لو تنشدينه عن العد قال عد الروى. ما الله كتب لي حياه من الطغى والغرور، لاجلك سبع جابكم ويصير لي مستوى، لكني اللي بمبداه وقيمه الفخور، لو قلت يترك قيمك يقول مالك لوى. شوفي طريقة وصل لو كان بين اسطور، من باب كل داء لابد منه يطلع دوى، ترى الجفا يجعل البيدة بالعيان بور، لو الهوى يطرق الزملوق عقب ارتوى. دورات الأيام ما خلتني أبقى صبور، ولا هدى القلب عقب فراقك ولا قوى، صرت متناقض ومتحير وعيش بدبور، وانوي وعود وكل مسلم ولهما نوى، رغم اختلاف الأراء ورغم بعض الأمور، إلا أنه بعزة النفس اجتمعنا سوى. يا ذنبي اللي منه ما تبت والله غفور، لعل واديك يسقى لو ما هو طوى، ولعل تسقى الأماكن قبل تصبح قبور، لأحلامنا اللي حلمنا من غرام وهوى. صح الله لسانك وفالك التوفيق. صح إلى حكم لجنة التحكيم ومع الأستاذ فالح الغنامي.